هل هناك طريقة مثلى توصي بها لمن أراد أن يوقف عمارة لأبيه أو أمه؟ لأن المتبع الآن كما يلي: صيانة وإدارة، فما الأفضل في نظركم؟ إذا أراد أن يوقف وقفا لأحد من أقاربه وقفا منجزا، إذا كان وقفا منجزا في الحياة فلا بأس بذلك، أما إذا كان وقفا بعد الموت فلا يأخذ حكم الوصية ولا يجوز للوارث. نعم.